أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بتجدد لقائنا النهاردة وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا وكنا اتكلمنا فيه قبل كده. احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع المشاكل الزوجية وحلول المشاكل الزوجية. كتير طبعا من السيدات بيبقوا شكل قبل الجواز وفي بداية الجواز بيكون شكل برضو مختلف، بعد بقى مراحل الزواج والخلفة والإنجاب الشكل بيتحول تماما وبتختلف وبتهمل في نفسها، فطبعا دي بتعمل لها مشاكل جامدة جدا مع زوجها، وبتحس برضو بتغيير كبير جدا مع جوزها في تصرفاته. طب ازاي هي بقى النهاردة يعني لا واجهتها مشكلة كبيرة، مشكلة مع جوزها، وجوزها بدأ ان هو يبص في اتجاه تاني خالص، ان هو اصلا ما عادش شايفها، لان هي برضو صراحة اهملت في نفسها كتير جدا وحصلت مشاكل كتير جدا ما بينه وما بينها. طب النهاردة هنحل المشكله دي ازاي؟ فطبعا علشان كده معانا النهارده ضيفه متخصصه في هذا المجال، هتكلمنا باستضافه كامله جدا عن ازاي ان هي تقدر تنسق ما بين حياتها الزوجيه وبين مشاكل البيت وظروف البيت. بس اسمحوا لي في البدايه هطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ضيفتي المنورانا ومشرفانا النهارده الاستاذه منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك، وهنتكلم زي ما قلنا في البدايه عن ازاي ان احنا نقدر نصلح من نفسنا وعشان ما يبقاش في مشاكل زوجيه ما بيننا وبين ازواجنا. زي ما قلنا فاصل ونواصل ما بين الحياه الزوجيه في البدايه وبينها بعد ما يعدي عليها مرحله اخرى. بس اسمحوا لي في البدايه ان انا برحب بضيفتي المنورانا ومشرفانا النهارده طبعا اللي ما ينفعش ليا لازم تكون متواجده معانا من خلال برنامجنا نور الحياه، الاستاذه منى عويس. نورت يا استاذه منى، والحقيقه برنامجي مش بيكمل الا بحضرتك يعني الصراحه. حبيبتي ربنا يبارك لي فيك، لانك طبعا حضرتك قيمه علميه كبيره وكلنا بنستفاد منك، وانا شخصيا يعني برضه بستفاد من حضرتك. ده والله ده شرف ليا والله، ربنا يبارك لك. طبعا الله يخليك يا دكتور. طبعا احنا عرفنا طبعا قبل كده وعملنا حلقات كتير جدا مع حضرتك واتكلمنا عن مشاكل الزوجيه وحلولها. النهارده بقى موضوع الحلقه مختلف جدا يا دكتور، يعني انا حتى يعني انا اثرت ان الموضوع اثرت ان الموضوع يكون مختلف شويه. نتكلم بقى بيه يا دكتور، يعني اتفضلي. هي البرنامج او الحلقات اللي انا عاملاها اسمها فاصل ونواصل. الفاصل ان انا اعرف الحياه اللي انا كنت عايشاها ازاي، فاعرف ان هي يعني الى حد ما كانت غلط شويه، فابدا اعمل فصل. طب وبعدين؟ طب انا عايزه اعمل الوصل، الوصل ده هيجي ازاي؟ فلازم بنعمل زي حلقات تعليميه للسيدات وللبنات اللي هم مقبلات على الزواج. وبنبدا نقول لهم الدنيا ماشيه ازاي، التعليم ازاي، الزوجات هتتعامل ازاي مع ازواجها. الدنيا دي كلها بتبقى مختلفه جدا معاهم. يعني بنقول للزوجه ان في مراحل كتيره انت عديتي بيها ومريتي بيها كانت الى حد ما يعني غلط، طب هنعدلها ازاي؟ احنا بنعمل مراكز كتيره قوي للتعليم، وبنقول لهم ان احنا بنبدا نعمل المراحل ديت، وبنقول تعالي بقى. انا طبعا احنا بنتعامل مع الزوجات، انا ما بتعاملش مع الرجال عامه يعني، لكن هي بتبقى حلقه تعليميه ليها هي. هي صدرها يعني رحب متسع، تقدر تاخد مني وتقدر ان هي تعلم اللي قدامها. انما الرجل استاذن حضرتك يا دكتور، هنطلع فاصل صغير بس ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. اتفضل. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وبنتشرف بدكتورتنا الجميله الاستاذه منى عويس، وبنكمل مع حضرتك بقى يا دكتور. الحوار كنا بنقول قبل الفاصل المفروض الواحده تعمل فاصل ما بين الحياه الزوجيه في الاول وبعد كده، فاتفضلي. احنا بس عايزين بس نفهم يعني منظومه مهمه جدا. اتفضلي. ان الرجال والنساء مختلفين تماما. تمام. ما اقدرش اقول ان انا يعني اخلي الزوج يبقى زي الزوجه، او ان انا اخليه على النمط بتاعي. تمام. دايما الاقي اسمع الزوجات تقول يعني انت هيبقى زيي، يعني انت هيبقى معايا، انت هيبقى نفس تفكيره وتفكيري. لا، هما الاثنين مختلفين تماما. يعني ده بيفكر بطريقه وانت بتفكر اكيد بطريقة. اكيد الراجل بيفكر له اسلوب تفكير خاص بيه. الحاجه الثانيه، الرجل بطبيعته يعني هو بيفكر في موضوع واحد، يعني ما ينفعش يخرج بره الموضوع ده. لما يخلص الموضوع ده ويقفله يفتح موضوع تاني. اما النساء يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني ممكن بتفكر في على الشارع كله فعلا، الموضوع كلها مع بعضها في وقت واحد فعلا، وما عندهاش مانع يعني تستمر والدنيا مفتوحه عادي مفيش مشكله. هي قدرتها كده، هو ربنا خلقنا كده. انما الرجل لا،
لا هو ليه واحد يعني واحد لا يخلص واحد يبقى اثنين يخلص اثنين يبقى ثلاثة وهكذا. انا عشان اخلص الشخصية دي يبقى مع الشخصية المفتوحة دي لا. يعني اذا انا اللي بتعامل مع مين مع 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 الكاركتر اللي معاه هو يعني بتعامل ازاي يعني 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 استاذه منى هي المفروض يبقى لها يعني هي عارفه الشخصيه اللي قدامها مثلا زوجها ازاي هي تقدر بقى ان هي تاقلمه معاه على حياتها ازاي بقى من كلامنا معاها بنعرف نقطه الضعف بتاعه الزوج ايه اللي هي في نقطه ضعف كل واحد ليه نقطه ضعف هي نقطه ضعفه ايه بتدخل من نقطه ضعفه دي احنا اللي بنعلمها ده من عليها نقطه الضعف بتاعته منين فادخلي منها ابداي ادخلي منها لكن هي ما شاء الله يعني الدنيا عندها متسعه جدا 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 ودي قدرات دي قدراتنا كده ده احنا عندنا قدرات الله اكبر جميله جدا تمشي بلد بحالها انما احنا متخذينها بطريق خاطئ بطريقه خطا يعني مبدا بقى اقول ان افصل بقى الحياه ان انا كنت عارفه ان هي غلط وهبدا ان انا اتعلم صح يبقى اسمها ايه النواصل بقى لان عامله جروبات جامده فاصل ونواصل الفاصل ونواصل ان انا المجموعه اللي معايا كانت ايه وبقت ايه هي دي الفكره دايما الاقي دايما المكالمات والمسجات اللي عندي لا ده احنا كنا حاجه وبقينا حاجه ثانيه خالص ليه من التعلم والتعلم ده مش هيجي من مجرد مثلا مكالمه تليفون او مجرد حلقه بالممارسه بالكلام لا ده ممارسه دي فتره كبيره يعني بس احنا بنعلن عن ايه ان احنا نتعلم مفيش مانع ان انت تنزلي تتعلمي بلاش تتعلمي اعملي فحص على النت انت عايزه تعملي ايه عايزه تغيري نفسك ازاي عايزه تعرفي مثلا اسالي بالتليفونات الحمد لله الفتره دي كلها يعني مفتوحه اونلاين مفيش حتى دورات مفيش حد بينزل الموضوع كله اونلاين كله اسعي ان انت تغيري من نفسك علشان تقدري ان انت توصلي الحياه القادمه عن طريق الجروب يا دكتور يعني الجروب الحمد لله فضل ربنا عليا الحمد لله الحمد لله الدنيا ماشيه تمام يعني حتى اللي بيدخل عندي جديد مجرد بس ان يقرا بوست او يقرا معلومه بحس ان هو فعلا يتغير يعني الحياه عنده لا اتغيرت الموضوع عنده اختلف تماما فالنساء عامه انا والله مش مع الرجاله والله يعني دايما يقول انت مع الرجاله والله انا مش مع الرجاله بيجي لي تعليقات كتير على صفحه البرنامج بيقول لي مش مع الرجاله والله بس انا بعمل لها يعني ضوء على حاجات معينه هي تخلي بالها منها مش معنى ان انا بقول لها اعملي مثلا حاجات كلها للراجل يبقى هي ملهاش قيمه بالعكس ده انا بخلي لها هي القيمه بتاعتها علشان الراجل يقدر يعرف هي قيمتها ايه وزنها ايه يبدا يتعامل على هذا الوزن جميل ليه الراجل بيعمل ايه هو مثلا بيقيس الزوجه اللي معاها دي يعني قوه تحملها قد ايه هي مثلا لو خدت قلم مثلا هتصمد تسكت هو بقى بالنسبه له ايه لو هي سكتت هي تجربه هيديها القلم الثاني اكيد طب هي لو ما سكتتش طب لو ما سكتتش مش معناها ان احنا هنزعق لا لازم يكون في وقفه سواء هنا او هنا يعني اي موقف يحصل من حد لازم يكون في وقفه ما ينفعش ان انا اسكت وبعدين بعد 10 سنين من الزواج ابدا اشتكي ما ينفعش طب انت ايه من اول الموضوع سكتي ليه الموضوع مش كده طب ابداي بقى اتعلمي اصل احنا بنتعلم صح مش هنتعلم غلط صح لو اتعلمت صح ما كانش هيبقى فيه الالم الاولاني ده اكيد لازم هي الفكره كلها كده هي الفكره كلها ان احنا بنعمل الرجال اللي هي المختلفين ده حاجه وده حاجه ودي فصوص في المخ يعني لما اجيب مخ الرجل والمراه هنلاقي مثلا الفص الايمن دوت ده للنساء الحنيه والرومانسيه والمشاعر والحاجات الراجل لا الحاجات عنده مختلفة تماما ولكل قاعدة شواذ ممكن تلاقي هنا الفص الأيمن ده فيه جزء منه من الرجالة موجود وفيه جزء من الناحية التانية وهكذا بنقدر نتعامل مع كل الحاجات دي الاختلافات دي بنقدر نتعامل معها الحمد لله فضل ربنا الحمد لله بنقدر نتعامل عليها دي حاجة الحاجة التانية احنا بيجيلنا كتير قوي كلام عن اختلاف الزوج يعني هنا الزوج لقيته مختلف شوية حاسس ان هو متغير في حته كده انا مش يعني حساها دي بقى دكتور العيانين بقى قرون الاستشعار ايوه نلقى عليها الضوء دي لان انا حتى قلتها في البدايه يعني في بقى بيجروا بقى يقعدوا يغيروا من شكلهم ومنظرهم بس انا ده مش هو ده اللي احنا بنفكر فيه ليه الراجل عموما علشان يعرف حد على زوجته هو بيعرف واحده اقل منها جمالا ودي هتلاقي في المعارف عامه هتلاقي مثلا ايه عارف واحده طب هي لما تيجي تعرف الواحده دي ايه ده مين دي ولا ايه دي هو ما بصش على شكلها طب ايه السبب يا دكتور يعني ايه السبب اللي هو اتجه للاتجاه ده طالما هي التانية معايا هي للاسف النساء
اول ما بتتجوز بيبقى اول شهر الدنيا جميله جدا. والله انا قلت كده في البدايه برضه. الدنيا جميله جدا، اللبس والاهتمام وصباح الخير ونعمل فطار ومهتميه بيه جدا، او يحصل مثلا بيبي ولا مش عارفه ايه، خلاص هو اتركن على جنب وبقينا طبعا هو ليه احتياجاته، هو ملوش دعوه بالبيبي اللي جه ولا لازم اكرس نفسي وقتي ليه، هو هو ليه وقت لازم ياخده. انا هو ملوش دعوه بقى بالبيبي بتاعك اللي جه ده، انا هو ملوش دعوه بيه. عشان كده هو بيلجأ اتجاه تاني بس بعد يعني بعد ما بيعمل مراحل كبيره. يعني بعد ما يبدا يقول لها مثلا طب انا فين، طب انا فين حاجتي، طب انا اهتمي مش عارفه بايه، طبعا هي كل ده ايه. وبعدين النساء عندنا ما شاء الله ايه اللي بيحصل، ما دام اتجوزته خلاص ملكته ده بتاعي، فهيروح ويجي جاي عليا. طبعا ده غلط. يعني الكلام ده مش مظبوط، خصوصا ان احنا في جاي علينا وقت كبير جدا، ان احنا يعني المطلقات كترت قوي، البنات يعني كترت قوي. فتخيلي مثلا ان عرض الرجاله مثلا يعني كميه الرجاله مثلا قد ايه مع حجم النساء قد ايه، فالعرض يعني اكتر من الطلب. فطبعا دوت عشان انا الراجل مثلا قدامه مثلا 10 ستات مثلا، يعني واحد قدامه 10، انا قدامي 10 ستات ومعايا مرات، ابص لفين ولا لفين، والعشرة دول كل واحده عامله له بقى ايه، يعني كل واحده يعني بشكل بقى تاني خالص. هو راجل برضو يعني ضعيف في الاول وفي ده في العمل، في العمل بتاعنا حتى بيبقوا حتى يعني نساء متزوجات انما بيحبوا يفرضوا نفسهم. يعني مثلا حتى لو ما بتعملش بتعمل ايه، ده انا عملت كذا قبل ما انزل، ده انا عملت كذا قبل ما انزل، هي ما بتعملش او عملت عشان خاطر تجيب لي زميلها الصبح. فهو طب هي فين زوجتي من الكلام ده، طب ما قامتليش الصبح ليه، طب ما عملتش ليه، يبدا يسيب هنا ويبص للايه، للجزئيه اللي هو اللي هي ناقصاه. وده اللي احنا اللي الستات بتغلط فيه كتير قوي. قومي الصبح لزوجك، قوم له ليه، هو ما يقوم لوحده ويلبس لوحده، طب قومي حضري الحمام. يعني ايه حضري الحمام ده، بتحضري الحمام ده موضوع عايز يعني عايز حلقه موضوع الحمام ده. ازاي لا لازم تحضري الحمام ده، حضري لازم تقومي بواجباتها يعني. يا دكتور الواجبات ناقصه تماما. انا علشان اقدر اقول ان الزوجه دي تقدر ان هي تواكب الحلقات الزوج او الزوج ده، انا هتعامل معاه ازاي عشان يقدر ان انا يبقى معايا بصفه مستمره ويبقى زي ما انا عايزه، لازم اديله حقه الاول. طب يا دكتور هي اديته حقه، بس هو برضه بس مثلا في اتجاه تاني برضه، يبقى لا 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 الحقوق ناقصه. لا لما باجي اقعد مع الناس اعمل استشارات وابدا، والله انا مش مع الرجاله، والله مش مع الرجاله، والله انا بحلف بالله، بس فعلا بيحصل. انا يعني بتجيلي واحده مثلا وابدا اقول لها ها عملتي ايه، واحد اتنين تلاته، لا طب بتعملي كذا، لا طب لا كله لا، طب او يعني يعني الف به الف به جواز، لا طب انت عايزه ايه منه، انت بتبصي عنه على ايه. دي مرحله. المرحله الثانيه بقى اللي بيحصل ايه بقى، بعد سنين من العمر هما بقى تعبت معاه وشقيت معاه وبدات الدنيا بقت تبقى كويسه وبقينا معانا فلوس ومعانا بيوت ومعانا شقه ومعانا عمارات، فهي بقى كل فكرها بقى فين، بقى في الماديات. طب لما يبدا الراجل بقى يبص ناحيه ثانيه، ايه اللي بيحصل هنا، هي تفكيرها بيجي فين، ناحيه الماديات. هي ما فكرتش فيه هو. يعني مثلا اول ما واحده تيجي تاخده تقول ايه، ده البيت ده الشقه الفلوس، طب وهو تركز على خايفه الجديده تاخد اللي هي حوشته. طب هو بيزعل، هو ما هو ليه حق يزعل، طب انا فين أكيد. يعني لو هي مثلا حاجات معنويه او حاجات مثلا عاطفيه، اصل الحقيقه مش شرط تكون ماديات فقط يا دكتور، يعني خلي بالك بقى المعامله اهم لا في شيء. كمان بقى حاجه يعني نقطه مهمه جدا، الراجل بيحب زوجته واولاده وبيته جدا جدا جدا، ملهاش علاقه بقى هو عارف مين او ما عارفش مين، ملهاش علاقه تماما. يعني ممكن يبقى عارف واحده ويتكلم معاها او هي مثلا شداه لحاجه معينه، انما لا هو برضو تفكيره لا بيتي ولادي، دي نكره ودي نكره، دي حاجه ودي حاجه. ما هو ما ينفعش يا دكتور، هم ماسكينها على نقطه ايه، ان انا ليا مثنى وثلاث ورباع. النقطه دي بالذات ما دام انا ليا مثنى وثلاث ورباع، المفروض ان انا اجتهد اجتهاد عالي جدا علشان انا عارفه ان في مثنى وثلاث ورباع. لكن في مثلا لو مثلا يعني مثلا الاخوه مثلا المسيحيين مثلا، هي زوجه واحده رغم كده بيبقى فيه اهتمام كبير جدا. لو هي زوجه واحده، طب انا خلاص ما انا عارفه ان هي زوجه واحده وخلاص. لكن لما يكون ربنا بقى محل لينا ان احنا يبقى لينا اربع زوجات، ده انا اتشقلب عشان ما يبقاش فيه اربعه، صح ما يبقاش فيه اثنين، ما يبقاش فيه الثانيه، لازم هي الموضوع بيجي كده. لكن طبعا انا ببقى يعني انا برضو ببقى عذره في نساء كتيره جدا بيجي عليها وقت فعلا وبتفصل وفعلا ومش طايقه حد ومش عايزه حد ومش بتفكر في حد، لان كل حاجه ليها يعني ليها مميزات وليها عيوب.
طبعا ده بيجي في الاختيار. احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الاختيار قبل كده، انت اخترتي غلط. ما حدش يتذنب في الكلام ده. حد نبهك وقال لك بلاش الجوازه دي مثلا، انت استمرتي فيها. صح. ده دي قصه من يعني كل واحد بقى مسؤول عن اختياره. احنا بنتكلم على الايه، على الـ 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 المواضيع اللي هي العاديه او الزواج اللي هو القائم العادي. لكن في حاجات ما هتقولي مثلا انا اللي بشتغل مثلا هو نايم في البيت. انت راضيه ليه؟ انا اللي بصرف راضيه ليه؟ طب ما دام هي ما حطتش يعني النقط من الاول، مفيش نقط من الاول، مفيش نقط من الاول. لكن ما تاكدي ما فيش راجل مثلا يعني واحده هتهتم بيه وتعمل له كل احتياجاته وفي الاخر مثلا يديها ظهره او يقول لها مع السلامه او يشوف واحده ثانيه. لا يمكن، هو هيتحرج او يعني ازاي هي بتعملني كده وانا هشوف حد ثاني. طب يا دكتور، وقت الجميل بيتخلص معاكي بسرعه، والله انا مش عارفه بيجري الموضوع بسرعه. يعني عايزه كده نصيحه يا دكتور لكل زوجه حابه بقى ان هي تغير من نظام حياتها، يعني تقولي لها ايه حاجه؟ احنا علشان نقدر نقول للزوجه اتغيري، ايه هو التغير؟ مش ان انا اعمل شعري ولا ان انا احط ميك اب ولا الكلام ده. التغيير من جوه. التغيير مش ولا من جوه كمان. انا اشوف زوجي مثلا عمله ايه؟ بيشتغل ايه؟ ايه مهنته؟ وابدا افحص فيها. ولذلك كان في مشهد كده لشويكار وفؤاد المهندس في مسرحيه كده، انها حقا نقله محترمه. ايوه. ايه اللي حصل؟ غيرت من نفسها. هي كانت يعني بتشتغل حاجه شغلانه وهو كان حاجه مرموقه. فتزوجته. فالمفروض ان في راجل جاي يقابلهم المدير كده، هي في خلال اسبوع قدرت تقدر تحصل على معلومات على المدير اللي جاي ده. بذكائها اتشقلبت وجابت. طبعا هو الموضوع مش يعني هم جايبينها اوفر شويه، بس هي فكره للنساء. ان انا افكر ازاي ابقى مع زوجي، اعرف هو دكتور مثلا بيشتغل دكتور. انا اشوف مثلا هو بيشتغل دكتور فين او في عيادته فين او تناقشه بقى يا دكتور في المشاكل بتاعته. وابدا على شغله، مهندس مثلا، مدرس، محامي. احكي لي يومك على حسب اليوم بتاعه. انا ابدا ابحث عن اليوم بتاعه ماشي ازاي، وابدا اقول له بقى، ارتب له بقى اموره، ابقى انا السكرتيره بتاعته. بدل ما يجيب سكرتيره ثانيه يا دكتور، بدل ما تبقى هي الزوجه الثانيه، لا خلينا انا الزوجه الاولى والسكرتيره الثانيه وهكذا. لكن هي الموضوع كله يعني بدل ما افكر اغير في شكلي، لا اغير في نماطي. اكيد طبعا. ودي اهم حاجه. اكيد طبعا. والله يا دكتور يعني الحقيقه بيقولوا لي الوقت خلص، بس يعني الحمد لله برضو قلنا نصيحه مهمه طبعا لكل ست طبعا، لان كل كان فعلا بيلقي الضوء زي ما حضرتك قلتي على تغيير من بره، انما فعلا ان هي كانت تشاركه ده طبعا ما كانش حد. هي كل بيبص، ويا ريت كلمه من بره دي بتيجي متاخره كمان. ما بتجيش من بدري. بتيجي متاخر. فالمفروض ان انا يعني اغير، واغير للافضل للاحسن. اكيد طبعا. يعني قلبا وقالبا. يا ربنا يا رب يا دكتور يحل كل المشكله ما بين زوج وزوجه، وان آمين شاء الله يبقى كل سعاده، ما يبقاش في مشاكل. آمين آمين ان شاء الله. ودايما تكوني متنورانا يا دكتور، وهنكمل بقيه يعني الحوار، لان طبعا الموضوع كبير طبعا، مش هينفعه حلقه واحده. كبيره ما ينفعش. فان شاء الله هنكمله باذن الله مع حضرتك الاسبوع الجاي باذن الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك يا استاذه منى، وسعيده جدا باللقاء معاك النهارده. شكرا لحضرتك. انا اسعد بيكم. شكرا يا دكتور. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده مع الاستاذه الدكتوره منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك. وان شاء الله هنكمل الحوار في حلقه قادمه مع ضيفتي الجميله الاستاذه منى عويس. بنشكركم مشاهدينا، وكانت معكم نيال الخولي. في امان الله.